السلام عليكم يا أهل مصر يا أهل بلدي يا طيبين، والسلام عليك يا رئيس بلدي بعد حكمك بعامين. عامين أكيد فيهم اللي بيبسط وأكيد فيهم العكس، ومعلش عذرنا في حبنا لبلدنا وحب الخير لبلدنا هنكون من الطماعين. يا رئيس، أنا مواطن بسيط من 90 مليون مصري، هقول لك رأيي وأتمنى يكون صدرك رحب زي سيدنا أبو بكر الصديق لما قال: فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني. يا ريس، مين فينا ما هوش مبسوط من الكهرباء؟ بعد أيام ضلمة وعتمة حسينا بالرضا، قطاع محترم وقف على رجله بسرعة برغم كيد العدة وتفجير الأعمدة. ومين فينا ما هوش مبسوط من التموين؟ قضت على طابور العيش اللي أهلنا من سنين، وكمان مبسوط لتطبيق الحد الأدنى للأجور بقى واقع بعد ما كان حبر على الورق لعصور. ومين فينا ما هوش مبسوط من الجيش؟ بيحارب بعزة في سيناء أعداء الحياة من الخفافيش، ورغم ده بيتقدم كل يوم في ترتيبه وأسلحته، فتحية لكل فرد فيه من القائد للشاويش. ومين فينا مش مبسوط بشبكة طرق رئيسية من غير مطب ولا حفرة، واستصلاح أراضي ورؤية الخضرة بدل رمال صفرة في الفرافرة، ولا الإسكان شقق محترمة حلم بيها أهالينا من زمان، ومكان عشوائي اتحول لمكان يليق بسكن إنسان. كل ده كويس حقيقي، تسلم يا ريس عليه. لكن يا ريس، غلاء الأسعار بقى بياكل فينا، والجنيه ما عادش ليه قيمة في إيدينا، سعر الرز زاد والفول زاد والسكن زاد والعربيات زادت، كان فاضل الدواء رخري كمان اهو زاد. عارف احنا الغلطانين، مش بنزرع أكلنا ونصنع من سنين، لكن عايزك يا ريس تساعدنا وترجع صنع في مصر، زهقنا خلاص من تركيا والصين. أما بالنسبة للفساد فكل يوم بشوف مجهود كبير لمحاربته. امبارح القبض على رئيس حي التجمع الخامس والتهمة رشوة، من 4 أيام القبض على مستشار وزير الصحة والتهمة رشوة، من 2 أسبوع القبض على رئيس قطاعات شبكات الكهرباء في القاهرة والتهمة رشوة، وقبله القبض على مدير إسكان المقطم والقبض على مدير إسكان الويلي وبرضه التهمة رشوة، وكمان القبض على رئيس حي رود الفرج ورئيس حي دار السلام ومساعده والتهمة رشوة، وقبلهم كلهم القبض على وزير الزراعة نفسه وهو في منصبه وبرضه التهمة رشوة. رشوة رشوة رشوة، ليهم حق، ما لسنين شافوا دولتنا دولة رخوة، لكن حقيقي مجهود محترم من الرقابة الإدارية. وكمان بتمنى تشد على كل مخطئ أكتر وأكتر، لو اتجرأ شرب شاي بالياسمين أو اتعشى عشوة. لو حققت ده يا ريس وكمان تهتم أكتر بالصحة وبالتعليم، لك مني صوتي بدل 2 سنين 8 سنين. ربنا يصلح حالك وحالنا وحال بلدنا، قولوا أمين.